كابتن اسلام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ونجوم الاستوديو التحليلي في كل مكان. عقب انتهاء مباراه شبيبه الثوره الرياضيه والنادي الاهلي المصري بتعادل الفريقين بنتيجه 1-1، معانا طبعا واحد من نجوم المباراه ونجوم النادي الاهلي كابتن شناوي. مبروك شناوي النهارده، نقول نتيجه طيبه بالنسبه للظروف المحيطه فريق النادي الاهلي، المباراه، الاجواء، الجمهور، بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ وكلمني عن المعسكر واستعدادكم ازاي لهذه المباراه. اكيد طبعا الحمد لله على النقطه، طبعا اهم حاجه الحمد لله احنا ما خسرناش الماتش، الحمد لله احنا طلعنا بنتيجه ايجابيه من الماتش. طبعا النهارده بشكر اللعيبه كلها اللي موجوده في الملعب. الملعب طبعا احنا بنلعب على نجيل صناعي، حاجه مختلفه عن مش حاجه متعودين عليها، بس الحمد لله. المعسكر السفريه كانت متعبه شويه، طيارتين الكلام ده كله، بس الحمد لله. فرقه طبعا اول مره تصعد دور المجموعات، بس برضو الملعب وجمهور والنجيل الصناعي برضو في فرق طبعا. الحمد لله على كل شيء، على النقطه، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. عندنا دلوقتي الدوري ونفكر فيه، وبعد كده نخش على افريقيا. يعني اهم حاجه بشكر اللعيبه اللي ادوا النهارده وكانوا رجاله، والحمد لله على كل شيء على التعادل. فنيا لابد ان يبقى في التماس للعذر للمستر مارتن وليكوا كلعيبه، لان الغيابات اللي موجوده عندنا شناوي مؤثره بشكل كبير، يمكن عدم وجود فيرود صريح ده مؤثر بشكل كبير جدا، لكن كل الظروف دي على ما اعتقد انتوا كنتوا رجاله النهارده كالعاده، واثرتوا ان انتوا بالفعل انتوا طلعوا نتيجه ايجابيه. اكيد طبعا تاثر معاك طبعا، بس احنا فرقه واحده وكلنا لعيبه، كلنا واحد. اي حد يكون موجود يعني بيلتزم باللي يتقال له. عندنا ناس كتير مصابه، بس اللي موجود بيأدي وبيبقى راجل، واللعيبه كلها بتفكر ان هي تبقى ناخد نطلع النهارده بنتيجه ايجابيه. الحمد لله احنا طلعنا نتيجه كنا نفسنا نكسب طبعا، واحنا جايين نلعب على المكسب، جينا على التعادل. بس برضه ظروف اللي انت ناس كتير غايبه مصابه الكلام ده كله، بس اللعيب اللي موجود وبيلعب بيأدي طبعا. اللعيبه كلها النهارده كانوا رجاله بصراحه، يعني شايف انهم كانوا رجاله، والحمد لله طلعنا اداء كويس. الشوط الثاني والشوط الاولاني كنا قافلين كويس، الحمد لله على كل شيء. كان كلامي مع الكابتن طارق سليمان في لقاء امس، قال يمكن العلاقه المميزه بين الثلاث حراس هي اللي منجحه الشناوي، وهي اللي منجحه شريف اكرامي ومنجحه على لطفي. على ما اعتقد بشكل عام لولا العلاقه الطيبه ولولا ان انتوا قلبكم على قلب بعض مش هنشوف المستوى الجيد ده لحراسه المرمى النادي الاهلي. دي حاجة يعني أكيد طبعا كابتن طارق سليمان طبعا بيتكلم في حاجة أكيدة، مش كلام إعلام ولا الكلام ده كله. أنا وشريف وعلي طبعا إحنا أي حد يكون موجود، إحنا أهم حاجة عندنا مصلحة النادي، ما نفكرش في أي حاجة تاني. أهم حاجة إحنا نعمل إن النادي، الفرقة ما بنكسب النادي بيكسب، بيقولوا النادي الأهلي كسب، ما بنخسر بيقولوا الأهلي خسر، ما بيقولوش فرض. إحنا فرقة جماعية وبنفكر لمصلحة النادي، إحنا ما بنفكرش في حد مصلحته، اللي واحد بيفكر في مصلحته بقاش دي مش صح عندنا في النادي الأهلي. إحنا تربينا على كده. عامة اللعيبة الموجودة لولاد النادي عامة يعني هم بيفكروا في كده، حتى مفيش حد فكر للشخص مصلحته. أي حد يكون موجود بيكون موجود بيسد طبعا. طبعا احنا في منافسة شريفة طبعا بينه وبين شريف وبين علي، أي حد يكون موجود، أي حد، شريف موجود، علي موجود، أنا في ظهره، شريف في ظهري، علي في ظهري، علي من بيلعب احنا في ظهرنا، ده لازم يكون موجود عشان الفترة الجاية. دي الفترة الجاية نعديها، وإن شاء الله يعني بنفكر في إن شاء الله ناخد أفريقيا السنة دي إن شاء الله، عشان نفرح جمهورنا اللي زعل مننا الفتره اللي فاتت. تمام، انا عارف ان هو زعلان، بس الحمد لله على كل شيء، ونحمد ربنا الفتره اللي فاتت كويس ان هي جت البطوله في سنه واحده، نعوضها لهم ان شاء الله ونركز فيها اكتر. وانا شايف ان الفرقه السنه دي فرقه عاملين صفقه كويسه، وان شاء الله نطلع بس من اللي احنا فيها، بس الاصابات والكلام ده كله، وان شاء الله نبقى واقفين على رجلينا، وان شاء الله لسه الدوري برده في الملعب. فكر برضه احنا بنفكر في الدوري، بنفكر احنا النادي الاهلي متعود على طول ان هو بيفكر في اي بطوله بياخدها، الكلام ده كله. الدوري مش بعيد، احنا اهم حاجه بس نركز، وان شاء الله نقدر نفرحهم عشان هم زعلانين مننا، وان شاء الله نقدر نفرحهم دايما يعني ان شاء الله. موفقش. شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن الشناوي، واحد من نجوم النادي الاهلي. اكيد المباراه كانت صعبه، اجواءها وظروفها، الاصابات، الغيابات، الملعب، حاجات عديده جدا طبعا، لكن الحمد لله يمكن الهدف اتحقق، كان الهدف الثاني